اهلا وسهلا بيكم في مطبخ غادة. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل الشوكولاتة لأولادنا في البيت. دوت كوباية كاكاو، كوبايتين سكر، ونص كوباية لبن، ونص كوباية زيت، دلوقتي هجيب الشفشق بتاع الكبة او شفشق الخلاط عادي، احط كوباية الكاكاو، كوبايتين السكر، ونص كوباية اللبن، ونص كوباية الزيت، وهضربهم مع بعض. طبعا هقفل عشان الصوت ما يزعكوش، وهنشوفهم لما يتضربوا بقى عاملين ازاي. دي الشوكولاتة بتاعتنا بعد ما ضربناها في الكبة، شايفين زي ما احنا شايفين كده تقيلة. ممكن لو انت هتعملي كيكة في البيت تغطي بيها وش الكيكة، تبقى زي التورتاية بتاعت بره الجاهزة، واحلى كمان هتضمني ان هي معمولة في البيت ما فيهاش اي مواد حافظة، ما فيهاش اي حاجة مضرة لصحتنا ولا صحة اطفالنا. وادي سمكها اهي الشوكولاتة. لو انت عايزاها اخف من كده ممكن تزودي اللبن، بس هي كده جميلة. حتى لو انت هتعملي عجينة مولتو وتحطيها في قلبيها، بقى انت كده عملتي الشوكولاتة بتاعتك في البيت، محتاجتيش اي حاجة من بره، كلها حاجات مش مكلفة. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتشجعونا بلايك.